كلمه ديوانكيد اي تهي اهم وغون ايان شاءت علي هل دونا واكي دكتور احمد يماني وهو يمد ودنكا مريكنكا يا ابو بكر محمد شاءت علي هل دونا وهي تهي اهم وغون لا تحزن ما انت ولا صوتان دباته بدن مش معك وجوه سايكولوجي ما شاء الله تعالى وضرب بدن يوحد مد اه يعني قف كستو ما انت وهو غادينا يا سيدي وفرح لها وكا عريا وهي تهي مروكتا يويوكي والبهاركا يعني أسيبه وغادينا ينولو ناكسن قفك مربتو يعني أدوس كفو غيو يعني وحي قرسيني سا وحي تهي وحو ناكسن كنت كتابك سداء أقرسيت وآذا أوفرحيسة وكتابك أوغود طابعات بضن كتاب قال كتاب مسلم وكتابك أوغود كتابك كليو كطابعات بضن وكتابك قرآنك وكتابك اللباض أوغود طابعات بضن تاسو حي كنتو سيسا مركز دكي إني أباهيهم برنامج كاس وباهين. ابن قيم رحمه الله تعالى هذا العدو قيم بدن ويروح ويري أفر أرن جسمي الدشاء أفر أرموت جسمي الدشاء وحيالا جسمي قد يروح كمد هو الهم وحوقه الرئيو ووك يعني وحوه هم قفك مرق يكون عضا فيري قفك مركو مرق اوتماضو أما والولو أما والبهارو محاكو دعايو مسكحيا وقفكي وحو نقنا مظلوم نقنا جسمي كان أوجدا ولا ليال وح حكم وح روح وح ابن آدم كان نينكو وجوحه قبضن أما نينكو وجوح وغلفت وين هدو أنت تاجين يا هدي نفتك بحظ هالمر ودولك كدعة روحي واي مركة وح جرذا يكود عيسى جرذا الله بقي بوا جرنا جسمي يكود عذا جرنا روحي يكود عذا حزني كان مركة كم مرة عو جسمي كم مرة عو من الأخطر آتيجي سدو لودا وين تايلان الغوص قراي أما برستمول إدي استعماشان الغوص قراي ماهن أما عربد لغوصينا معهم ودما ذا قال هذا وحي أقادين جي قف قوة قبا وسترس واي والا دجينا بس وحال الدلا قيبتي تفكير كالا الدلا لأن سأقنا ابن آدم كا سد حديد أقوى وين وحو لي حديدنا وحاوة لا ذينا لا ديق وقاضة حديدنا وحاوة آر رواية وهوذي أكسجين كي جسم وقاضة حديدنا وحاوة نيرفي قواه مارك أي وحي دجينا وحاوة نيرفي دجينا قف مارك نيرفي لقى دجي مارك محو سمينا إحساس بدن ما لها ناي لكن قفكي معنى هذا ما إنه عافي ما ذي ما أحن إنه عافي ما ذي ما جردان مركة أولي راهو والول كلي راهو مروك تلي راهو جرد جسمي وكود عظم ما أحن مركة رو إن داوة اللقوقة ذو حالو بان أصلا جسمي إنا دياغنوس لغو سميه لاختر مركة أو تكتيد وحانون سرع مركة تلايت هوري داوة كامسينا He wants to know what you have أوكي محاكو دعي سؤالو إن بدنو كويدينا إن تصلا محور رو إنو سميه تشخيص وحكوها ينو أقاذو سوكوسي داوة كوكو مناسب سن والول كان مركا أما قوفك مروكتان كود عيس جسمي كو مدعاي وحي كود عيس الروح دي كود عيس محا كينو وحي وقوينو كينو وحي سلوشن كوالاكين ودين دونا محا كينو وحا كينو وقوين وحاواي نقص الإيمان قوف كان إيمان كيسنو هاسو دعو سأقنا أهل السنة والجماعة إيمانك يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيه ايمانك ابن ادمك كرو وكعا طاعته كرو وكعا معصيه نوسوكا مركز توقفك ايمانك سكر اادو مركز تو فرحتك نولان ايوا فرحدو كنولا قف مؤمن واي فرحدو كن مركز تو ايمانك هوس ودعنه ومركز تو الدنيا او كفكرايو ما ها ايمانا مرك مشكله ادونك كفرميس ادونك ولولك و هو بلاوا مرك انو فكرو ما ها دعي سي و هو دعين مرك و هو كوكينا فكر زياده كوكينا مصيبة دبك أوجه الرئي أو كينه والولك كينه وحواي ضعف الإيمان أكينه دبك الله بعض أو كينه وحواي عدم الرضا بالقدر إلهي سبحانه وتعالى قدره سميه أنه يرى أنه لصبره أكان الإيمان ما قاوى لحواي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر طيب تنقدم بي سبحانه وأن تؤمن بالقدر خيره وشره ثيري أهانا أصوق هذا ثيري وحضلا ولسوسي لكن كل نقطة محل جود أن تؤمن بالقدر خيره وشره وحكستك وضع الدنيا إذا أنت جوت expect everything نقوله وحول بق وضع كره خير يشر وقوله كره وقوله عمرك وحلو بهاي هي إن اعتقاد وحي قوله عينه هديه شروع هديه شروع قفك مسلم كنبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث كي سوا وحوير عجبا لأمر المؤمن قفك مؤمن كأرنتي سان لي يا إن أمره كله خير قفك مؤمن كوحكستو كدع خير واي إن أصابته سراء شكر فكان خيرا لا إن أصابته عصوح وناك سندوك كدع سراء شكر
خيرا كدعي ومهد علي وحو أجر هلي وإن أصابته ضراء صبر لبا كدعي وصبر فكان خيرا له مرك قفك مؤمن كالله بذا مربو أي خير يكوتها قفك مرك مرك يكود عذا لبك عذا معنى هذا ما إنه إلهي كنا عبيه تتك قارك وذا وحي ليهين أني محان سمي لبك أن يقول دعي محا إله دنبي والله ولي دنبي ما سمين دتك قارك وذا كوصوا عاي مساكين دمرك أبد نادان شيخ والله لبا إيهاس والله ولي أنا دنبي ما قيل إنسان ما سمين معنى هذا ما لبا كود عذا معنى ما إنا دنبي قشي معهن ما أهن وحاوى رسول صلى الله عليه وسلم أنه شيء لا بحديثه وشيء وحير أكثر المؤمنين ابتلاء دتك أوجبضن لابتلاء وحاوى الأنبياء أنبياء ذلك بالله عليكم just fear it think about it نبي محمد صلى الله عليه وسلم وقفك إلهي أبوري قفك أوجفض لبضن أوجفي عن أوجسرهيو شك ماله رسول صلى الله عليه وسلم وحير أنا سيد ولد آدم ولا فخر ولد آدم سيد كذا نبي محمد صلى الله عليه وسلم مع ذلك بالله عليكم تسير هذا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أقري عائشة وحلا سدح مال رسول صلى الله عليه وسلم عمتك مدرقين باهي وعلوشي صدقح وقحرتي ماشو كرشتي على قرع دي إنو سان أفيري مركو كبحا إنو سان أفيري وحلو والله مكوي واكو جعله حديثا داتك إيقب بحيانا كما بحيان والا لده قالمي ولا عاي ووالا تهاليري سحرولا تهاليري وحكستا لقسمي انتا لغمير ولا لا دقالمي ولا ويرري قد الله قروا وقدع الكهيا كجبه ميشان براك قشي إلى صحابي مركدم الكيس وأقبحي بل وحاس وحكدرا حاس كيسا لعاي قفكم حاس كيسا مركي لعاي وميش أقودن بيسوا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق ولا عاي إلهي سبحانه وتعالى براها 10 آيات سورة النور وكبر. مع ذلك نبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه انت سلبا كل دعدي ما اهن نبي محمد ان الهي نعبيه ما اهن والامتحان ما هو الهي سبحانه وتعالى ايده ونوغو شيقيب وقران وحويري وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم ابن ادم وحالقيا وحنا نعبنته لكن خير كويه وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم حالقيا وحنا جعشيد لكن ابو كويه ايد دان فيه مرك انت عندما مركز الاكتا ذاك وجرته والله يعلم وأنتم لا تعلمون إلهة أك أذيم أوجد إلهة أك أذيم أوجد مركا كدرست بلاس مركا تراهد إلهي وحو يجع عليه يدي آبه إكوال مركا وحواي وحفي عن نيته والله يعلم وأنتم لا تعلم وحكستوك ودعو إلهة أك أذيم أوجد خير واي نبي نوح نوشي إلهي هو يدي آبه إنو كاجع عليه كلين قار والدي قار نولي ما والد واتقان هويدي آبها نفطو دي أهورين هويد وارت إيدو باهاني سينيسا المها وحي سينيسا تاس معنى هذا جعالي وقبتوه إلهي نتاس كدرونو كاجعالي سو مركو لبكو قردعو إلهة أكسابتو كوردعضي مركا كدر ستيت إلهي هويدي آبه وجعالي معنى هذا وحاو خيري كوتحيو وحال الشيغان مالين ميل أبارو كجروو كتغي السيغة إيحاس كيسا يسدح عرورو لها وإسرائيل مركي لحظة مرايين حلنا في وتين ماشي وتجي جيلي لهاين هل كي جيلك أكل لهم سي السعودين حاس كي سي عروتي سحو كويري أنا قاسي رادين عين إذا كماشان سي جوجا ميل ورك وحود دجي أو ساحة بورر ودوائين ميل أو سكخوسي دكناين ما مدي haddii naag aan dhaho sometimes marka muhaadaynaaga dad dadka qaar kooda sheekhu naag ka dhihi naag ka dhan dhaho daaminis ayab iga ma ahay hadii dhahadaan dhaho way idin sheegay na maamadi marka ninki aruuxu ku yir aruurta wuxuu ku yir inta si jooga saddexdi meesho aaga tage ilaa marka marku wax yar ka tage habeena la gaaray rooba soo dacay roob aad u badan soo dacay ninki marka waxa ugu horeeyay maskaxdiisa ku dhacay waxay ahayd aruurti iyo saddexdi aruur iyo hooyadood ماشي أجا سو تجي ماشي جوجان وامل بور الشلالات أما دات على جياب إنه صقل ثوبنا وحاسود أي وعادي هن نينكي من نقان كرتاش أما وحو هاي استمر وكون نقضه ثوب حنا دقوي جيت هو سيس وسجل بضي واجي يا بري نينكي وبح ماشي وتجي ماشي مركو تجي هاي ذي مجوك تسدح ذي عروفنا مجوجان هبلو سوقيلنا وحير وحو أرك عنك حق سكتورا wuu tagay cunugii uu taabtay cunugii waa dhintay suu socday mid kale uu tagay midkii kale waa dhintay
suu raadinayo mar meel hadana wuxuu arkaa hooyadii cunug yar oo isku dhagan fiir hooyada arurtay u jacashay hooyadii cunug yar oo isku dhagan oo dhintu arkay ninkii wuu naxay arurtiisii iyo xaaskiisu soo qaaday gudu u qoday wuu duugay oo iska soo baxay hal geel uu raadinayo wuxuu luus gareeyay marka faamilkii iyo saddexdii caruur asoo soo socdo yaaban oo riyo iyo run waxay kala tahay garala ayuu wuxuu arkay geel geelkiisii uu arkay wuu ka dabacan wuxuu yidhi calalaqaal wax waxay kuu dhammaanay geelkaaga u tag geelkii ilmuhim uu u tegay geelkii marka haraantii uu ku dhuftay haraantiduu ku dhuftay labada indh dhexbartinkooda uga dhuftay ninkii labada indhuu beelay ninki meel allaale meel uu aada ma yaqaano meel baadiyu taagan yahay suu u fadhi marka wuxuu bilaabay inuu xoogo qeyli yaa muslimiin yaa meeshaan soo maraya nin meesha soo maraaya arkay war maxaa kugu dhacay ninkii qisada aga sheekeeyey markaasuu yidhi arrintaada arrin qariib waay soo bax waxaan ku geynaa baqdaadaan kuu geynaa dimashqaan ku geynaa amiirkaan kuu geynaa waa soo baxeen markii loo keenay amiirka wuxuu yidhi amiiro ninkan sheekadiisa dhagaysa cajab waay ninkii wuu aga sheekeeyey amiirka wuu yaabay wuxuu yidhi hal su-aalaan ku weydiinaa maadaa taxisuu dhahay maxaad dareemaysaa hadda markaasu wuxuu yidhi marka hore mise hadda hadda maxaad dareemaysaa wallaahi ridaan dareemayaa u dhahay qalbigeyga hadda waa degan yahay u dhahay wax walwal ihaaya haba yaraatee ma jirto amiirka wuxuu ku yidhi oo xaaskaagii waa waaysay saddexdii caruuroo laheed waa waaysay xoolahaagii waa waaysay indhahaagiina waa waaysay and you telling me I'm happy see waxa ku dhacday markaasu wuxuu ku yidhi yaa amiir wallaahi wuxuu yidhi ilaahi subxaanahu wa tacaala soo mariy wacasaa an takrahu shay-an wa khayru lakum wacasaa an tuxibuu shay-an wa sharu ani maxaan jeclahay u dhah xaaskeygii caruurteydii geelkeygii waa jeclahay daasoon aga daba tagnay laakiin ilaaha saas doorta soo maanahaa wallaahi raalliyaanka ahu dhah marka musiibo kastoo kugu dhacda adduunyada macnaheeda ma ahan inuu ceeb ay kuu tahay ama dhib ay kuu tahay qeybta saddexaad oo keeno inay walwalka qofka ay ku dhacdo waxaa waaye alcadam alqanaaca qofka qanaaca inuusan lahayn waa ama rag ha noqdaan ama dumarka ha noqdaan wuxuu ilaahay ku siiyey ku qanac xadiid oo aada u qiimo badan rasul sal slam wuxu yihi man ya'khudu minii hadihi alkalimaat fayacmalu bihinna aw yucallimu man yacmalu bihin waryaa iga qaadanaya hadalkaanaan raba idiin dhaho ku camal falaaya ama baraaya dad ku camal falo saxaabadu saan u wada joogaan markaas yaa iga qaadanaya shantaan abuu hurayra soo istaaga ana yaa rasuul allah anaa kaa qaadan markaas ittaqi lmaxaarim takuna acbada annaas wuxuu ilaahay kaa xaaraantimiyey iska ilaali qofka ugu cibaado badanaa noqonaysaa meeluu ku qortay tan labaad axsan liljaar takun mu'minan diriskaaga wanaaji qof mu'minaa noqonaysaa meeluu ku qortay tan saddexaad axiba linnaas maa tuxiba linafsik dadka la jecla waxaa naftaada la jeceshiid meeluu ku qortay tan afaraad warda bimaa qasama allahu laka takun aqna annaas ilaahay wuxuu ku siiyey ku qanac waxaa noqonaysa qofka ugu qanisan qofka ugu qanisanaa noqonaysaa tan shalaadaan iska dhammayna waxaa waaye walaa tukthir daxik faina kahrata aldaxiki tumiitu lqalb qusulka ha badinin ha quslin ma ahan qusulka ha badinin qusulka badan qalbiguu madoobeeyaa nebi maxamed sal lay slam marka meelo badan uu ka hadlay uu naaga digaayay qanaaca darada inaan iska dhaafno qofka hadduu ictiqaado war wixii aan adduunka qaadanahay waa lii qori maxaa la walwalaa maxaa la walbahaara hadday tahay marka waa iska ilaalina haddaan soo khulaaseeyo walwalka waxyaalaha ugu badan oo keena kow waxa waa iimaanka oo daciifo waa haddaa aragta walwalna isku aragtid cibaadada badi tan labaadna waxaa waaye qadarka qofka kuma qanacsano mu'mina ah inaad mu'min noqotid fiiri diinta islaamka saddex darajo waa waa muslim iyo mu'min iyo muxsin waa saasay u kala sarreeyaan muslim waxaa waaye shantii salaad in iska tukada waa waa qof shantii salaad tukada alxamdulilah waa shantii salaad waa tukada bishii ramadaan waa soomaa laakiin dhib markuu ku dhaco madaxuu qabsana waa uyna waa cabaada qadarkii weli kumuusan qancin mu'minka waxa wuu ka sarreeya level ka sarreeya waa oo
شنتيس انت وحو نين كان سمي وو سمي لكن وحو ليري وحكا ستوكور دقو اعتقاد سنية لبا قاري الحمد لله قدر الله وما شاء فعل الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون كان سد حاضو كسي سرين وحاواي محسن واه او اه قفكا سوابا لابدين وسكود درصدي عبادة وحاوا إله وحو أغو بقى أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراه سو سد حذاسا مركا ليفل كلوبين قفكا مسلين كوحالوبا هي مركا إنو الحمد لله إلى وحو كسي هدارة تتمرك إنا فرحت كل نولاتت والول لآنا كل نولاتت والبهار لآنا أدهاتت الرمهان واتربدين لكن سد حاسا أغو مهمسا هدأسكو أراتت إيمان كاقا ضعيفة قضال السوق النقود.